السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ محاضرة جديدة في دبلومة مايكروسوفت أوفيس. نشرح مع بعض النهاردة، هنتعرف سريعا على الواجهة بتاعت باوربوينت. كنا أخدنا برنامج الإكسل، النهاردة إن شاء الله هيبقى نتعرف شوية مع بعض على الباوربوينت. إحنا مش هناخد فيه حاجات كتيرة النهاردة، كل الحكاية إن إحنا هنتعرف عليه بس. طيب، لو جينا مثلا فتحنا برنامج الباوربوينت، ويعني برنامج باوربوينت؟ هو برنامج خاص بالعروض التقديمية، برنامج خاص بالعروض التقديمية. بيهتم اكتر بالحاجات اللي هي المتحركة، يعني اي حاجة متحركة، اي حاجة متحركة عايزها في برنامج الباوربوينت. بالنسبة للإكسل كان تبع شركة بيم اريبيا، وبالنسبة للإكسل مع شركة ماك لسه ما خدوش، فالإكسل ان شاء الله هتاخدوه في الاخر بعد ما تخلصوا، الناس اللي انضمت لنا جديد يعني. طيب، تمام. زي ما قلنا، لو حبيت ان انا اعمل حاجه متحركه ما بعرفش اعملها على الوورد، لكن بعرف اعملها على الباوربوينت. طيب، لو عايز اعمل مثلا تصميمات بعملها برضو على الوورد وعلى الباوربوينت، بس الوورد فيه اوبشنات اكتر شويه من برنامج الوورد. لو حابب ان انا اعمل تصميم سوشيال ميديا او ايا كان التصميم اللي انا عايز اعمله، بعمله على الباوربوينت برضو. طيب، عايز اعمل فلاير، عايز اعمل بروشور، بعمله برضو على الباوربوينت. زي ما قلنا الباوربوينت بيهتم بالاشياء المتحركه. هنتعلم مع بعض. الناس معلش تركز معايا، وبعدين اي حاجه ان شاء الله ممكن بعد المحاضره. تمام. هنتعلم مع بعض ان شاء الله في البرنامج ده بعد ما نخلصه، هنتعلم ازاي نعمل عرض تقديمي احترافي، هنتعلم ازاي نعمل عرض موشن جرافيك اللي هي الاشياء المتحركه، هنتعلم مع بعض ازاي نعمل ساعه الايقاف. تمام. عندي القوائم بتاعه البرنامج بتاع الباوربوينت نفس قوائم برنامج الوورد، يعني قائمه فايل، هوم، انسيرت، ديزاين. بس في الوورد كان في لي اوت، هنا اللي موجوده حاجه اسمها ترانزيشن، انيميشن، سلايد شو. الثلاثه دول معناهم حاجه خاصه بالمؤثرات والانتقالات. بعد كده نفس موجود، هي موجوده في الباوربوينت. طيب، لو جينا بصينا، احنا عندي اول حاجه ده فوق خالص اسمه شريط العنوان، شريط العنوان. اللي تحته دي اسمه شريط القوائم، شريط القوائم. كل قائمه من القوائم دي نازله منها ادوات، يبقى اسمه شريط الادوات. اللي تحت دي هنتعلم كل الاوامر دي بالتفصيل الممل مع بعض. طيب، دي اللي هي صفحه العمل، واللي تحت اسمه شريط الحاله. كنا اخذنا في برنامج الوورد دي صفحه العمل اسمها دوكيمنت اللي هو مستند، اما في الباوربوينت اسمها سلايد يعني صفحه. الزوم تحت في الوورد اخر حاجه 500، اما في الباوربوينت اخر حاجه عندي 400. اخر حاجه في الباوربوينت عندي في التكبير 400. الارقام فوق هنا اخر حاجه عندي 96، لكن ممكن ازود عادي، اكتبه يدوي اللي انا عايزه. اما في الوورد هتلاقي اخر حاجه عندي هنا 72. الاختصار بتاع الوورد اسمها دي او سي اكس، اما في الباوربوينت بي بي تي اكس. الوورد ما بقدرش احفظ الحاجه صوره، لازم ادخل على موقع عشان احفظه كصوره. طيب، اما الباوربوينت بيتيح لي ان انا احفظ الحاجه كصوره، وبيتيح لي ان انا احفظها كفيديو. ده اختلاف بسيط ما بين الوورد والباوربوينت. انا لو جيت وقفت في مكان فاضي بره هلاقي الاوامر كلها اللي عندي فوق دي مش متفعله، ان لازم اكون موجود في المربعات دي عشان ابتدي الاوامر تتفعل معايا. الوورد بيديني امكانيه ان انا اكتب في اي مكان انا عايزه، اما الباوربوينت لا، الباوربوينت بيديني امكانيه ان انا اكتب بس في المربعات اللي هو عملها لي. طيب، لو انا واقف بره مش هيكتب معايا، هتلاقي الاوامر كلها اللي عندي فوق دي كلها مش متفعله.
لو جينا بصينا على اول قائمة عندي، قائمة فايل، هتلاقوا في حاجة اسمها انفو. احنا كنا اخدنا في الوورد ان الانفو بعمل بيها ايه. الانفو لو عايز اعمل بيها باسورد، كلمة مرور للملف، هناك كان اسمها بروتكت دوكومنت، اما هنا اسمها بروتكت برزنتيشن. الوورد اسمه برزنتيشن، فلو عايز اعمل له حماية بختار بروتكت برزنتيشن، بعد كده هختار انكريبت ويز باسورد اللي هو التشفير بواسطة كلمة المرور اللي هي علامة القفل والمفتاح. اكتب كلمة المرور اللي انا عايزها وادوس اوكي، باكد كلمة المرور وادوس اوكي، هلاقي عمل لي حوالين البروتكت برزنتيشن تظليل باللون الاصفر، معنى كده ان هو عمل حماية على الملف. عايز اشيلها اضغط عليها تاني واختار انكريبت ويز باسورد واروح اشيل، امسح كلمة المرور اللي عندي، مسحتها اهي وادوس كده اتشالت. عندي هنا البروبرتيز اللي هي الخصائص بتاعة الملف، عندي السايز اللي هو حجم الملف. ليه مش مديك حجم؟ عشان لسه ما اشتغلتش عليه. السلايدز اللي هو عدد السلايد عندك، كم صفحة عندك، ادي واحد. الصفحات المخفية، انت عندكش صفحة مخفية. التايتل اللي هو العنوان بتاع الملف. عندي برضو بعد كده في حاجة اسمها كرييتد، انا انشأت الملف امتى؟ انا انشأته النهاردة الساعة 4:46 بي ام اللي هو مساء. هنا انا مدخل الايميل بتاعي. هنا مانج برزنتيشن، معناها لو عايز اتحكم في البرزنتيشن، لو عايز احذف كل الحاجات اللي هي مش محفوظة، اما هنا لو عايز اعمل استعادة للحاجات اللي انا ما حفظتهاش، الحاجات اللي انا نسيت احفظها فانا بعمل لها استعادة من هنا ريكفر unsaved presentation. اما لو عايز احذف كل الحاجات اللي انا ما حفظتهاش من ديليت. لو جيت بعد كده اخترت حاجة اسمها تشيك، معناها بعمل فحص لكل المشاكل الموجودة عندي على المستند. اهو بيفحص لي المستند، ما كتبتش حاجة عشان يعمل لي فحص ليه. طيب دي اللي هي انفو. بعد كده عندي حاجة اسمها نيو. احنا قلنا نيو في الوورد بفتح بيها مستند جديد، اما في الباوربوينت بفتح بيها برزنتيشن جديد. دي اشكال برزنتيشن، دي كلها اشكال مختلفه برزنتيشن، ممكن تختار منها زي ما انت عايز. هتظهر معاك الاشكال دي اللي فوق دي لو عندك انترنت. هناخد مع بعض في الباوربوينت اللي هي الموشن جرافيك، وهناخد نعمل ازاي نعمل تصميم سواء بالجرافيك اللي انا بعمله اصلا من الفوتوشوب، ازاي نعمله على الوورد. هنعرف مع بعض ازاي نعمل حاجه متحركه، هنعرف ازاي نعمل مع بعض اللي هي الشخصيات الكرتونيه والحاجات اللي هي الانفوجرافيك. ازاي نعمل انفوجرافيك؟ دي اشكال الانفوجرافيك اهو، دي كلها اشكال مختلفه للانفوجرافيك. طيب هنا بصينا مثلا هنا حاجات خاصه بالاديوكيشن او اديوكيشن اللي هو التعليم. التعليم بنيو بفتح منها برزنتيشن جديد. اوبن بفتح بيها كل الملفات الموجودة عندي على الجهاز. هنا انا اخر ملف فتحته امبارح اهو. طيب اللي فتحته الاسبوع اللي فات دول، طيب الاقدم منه ده اللي تحت، ده اللي هو الفايلات. اما الفولدرات دي الفولدرات اللي انا فتحتها. لو عايز اجيب ملف، افتح ملف موجود على الجهاز، اختار براوز وبدور على ملف الباوربوينت الموجود عندي على الجهاز اللي عايز احفظه، بدور عليه بشوفه فين. طيب جينا اتكلمنا بعد كده في الوورد على الفرق ما بين السيف والسيف از. السيف قلنا بيحفظ الملف لاول مره، اما هنا بيحفظ البرزنتيشن لاول مره. اما السيف از لو انا دلت على البرزنتيشن احفظ لك سيف از. طيب الميزه هنا ان هو بيحفظ لي، لو قلت اخترت حاجه اسمها براوس، لو جيت نزلت على هنا الفايل نيم اسم الملف، ادي مديك الامتداد بتاعه البي في تي اكس، وتحت في نوع الحفظ مدي لك في حاجه اسمها جي اي اف، هنعرف الفرق ما بين انواع الصور دي، ومدي لك الجي بي جي
ومدي لك البي ان جي، دول ثلاث صيغ للصوره. برضو لو عايز احفظ بالام بي 4 احفظه كفيديو، عايز احفظ كباوربوينت، دي كلها صيغ للحفظ. طيب لو جيت تحت في حاجه اسمها اكسبورت، بلاقي مديني اختيارات. برضو لو عايز احفظه كرييت ا فيديو، لو عايز احفظه كفيديو من اكسبورت، بلاقي في الجنب هنا بيقول لي انت عايزه فول اتش دي ولا عايزه 4K ولا عايزه 720 ولا عايزه 480، انت بتختار من هنا. اما ديا لو انت مش عايز تستخدم ريكورد في او تسجيل صوتي او مؤقت في عرض الفيديو، هنا مدة عرض الفيديو دي بتاعته، انت خلصت بتختار كرييت ا فيديو. لو انت مثلا عايز تعمله زي تعمل له باكج كاسطوانه اهو، فانت برضو بتظبطها. عندي الفرق ما بين كلوز واكزيت، ان كلوز بيقفل المستند العمل انا شغال عليه، اما اكزيت بيقفل لي الملف ككل، بيقفل لي الملف ككل. طيب عندي حاجه هنا اسمها شير، شير لو عايز اعمل مشاركه للملف ده مع اشخاص، لو عايز اعمل برزنتيشن اونلاين، لو عايز ارسل رساله بي، ده اللي هو الشير لو عايز اعمل مشاركه لي. في حاجه اسمها الفيدباك، دي انا ببعت الفيدباك بتاعي لشركه مايكروسوفت، اقول له ان انا حبيت الاستعمال ولا انا ما حبيتهوش ولا انا عايز اديك اقتراح. في حاجه اسمها اكونت، اكونت دي تديني هنا اسم الايميل الجميع اللي انا داخل بيه، هنا المانج سيتنج اعدادات المانج اللي هي الرخصه بتاعه الاوفيس، هنا الاوفيس باك جراوند الخلفيه نفسها بتاعه الاوفيس شكلها ازاي، اما هنا الاوفيس سيم الشكل اهو بيتغير من هنا، الاوفيس سيم ده الوايت اهو، دي كلها اشكال انا ممكن اختارها. هنا لو عايز اضيف خدمه، هنا لو عايز اعمل ابديت للاوفيس، هنا لو عايز اعرف اكتر عن الباوربوينت بيقول لي النسخه بتاعتك 2016 الاي دي بتاع المنتج والاي دي بتاع السيزون، هنا بديك برضو اسم النسخه اللي انت فاتحها، هنا البرامج الموجوده عندك، وهنا لو عايز تعمل تشينج للبرودكت كي مفتاح بتاع الانتاج عايز تغيره. طيب الخدمات عندك الون درايف والسايتس اللي هي اسوان يونيفرستي، وهنا برضو الموقع او الايميل الجامعي بتاع جامعه اسوان. عندي بعد كده قائمة برنت، قائمة برنت عندي مش زي اللي احنا اخدناه في الوورد، في حاجات زيها وحاجات لا. هنا لو عايز ادي امر للطبعة ان انا اطبع، هنا عدد النسخ عايز اطبع كام نسخة. طيب هنا نوع الطبعة اللي انت موصلها بالجهاز، نوع الطبعة بتختار. طيب في سيتنج هنا لو دوست عليه ظهر معايا اختيارات برضو نفس اللي خدناها في الورد، في الورد كان مثلا برينت اول بيج، يعني لو عايز اطبع كل الصفحات زي ما قلنا الصفحه في الورد بيج، اما الصفحه في البرزنتيشن او الباوربوينت اسمها في الباوربوينت اسمها سلايد، الورد اسمه دوكيمنت مستند، اما الباوربوينت اسمه برزنتيشن عرض تقديمي. هنا لو عايز اطبع كل السلايدات، كل انا لو عندي 10 صفحات وعايز اطبع ال10 صفحات. طيب هنا بقى لو في جزء انا حددته داخل السلايد وعايز اطبعه، لو جزء صغير بس حددته عايز اطبعه، بختار برينت سيلكشن طباعه التحديد. طيب لو انا عندي 10 صفحات وكنت واقف على او 10 سلايدات واقف على السلايد رقم 4، رحت اخترت برينت كارنت سلايد بيطبع لي الصفحه رقم 4 بس اللي انا واقف عليها. طيب كاستم رينج انا بحدد المدى، يعني انا بقول له انا عندي 10 سلايدات انا عايز اطبع من السلايد رقم 2 للسلايد رقم 8،
هيطبع لي من 2 ل 8. طب لو عايز اطبع 2 و8 فبعمل فاصلة 2 و8. طيب هنا بقى بالنسبة لورق الطباعة، انا لو عايز اطبع البرزنتيشن بطبعه يا اما هطبع صفحة واحدة بس، يا اما هطبع 2 سلايد في صفحة واحدة، يا اما هطبع 3 سلايد في صفحة واحدة، يا اما 4 افقي، يا اما 6 افقي، يا اما 9 افقي، يا اما 4 رأسي، يا اما 6 رأسي، يا اما 9 رأسي. ده اللي هي خاصة بورقة الطباعة نفسها. الورقة اللي انا هطبعها عايز اخلي فيها كم سلايد، فانا بختار اللي انا عايزه سلايدات، وعايز من العشر سلايدات ده يطبع لي 10 نسخ، فهيطبع لي اول نسخة يخلص منيها، بعد كده هيدخل على النسخة التانية، بعد كده هيدخل على التالتة، يعني بالترتيب نسخة نسخة. اما الان كوليتد غير مرتبة، انا مثلا هنا حددت 10 وقلت له عايزك تطبع لي 10 نسخ، فبيطبع لك من الصفحة الاولى 10 نسخ، من الصفحة الثانية 10 نسخ، من الصفحة الثانية 10 نسخ، وهكذا لحد ما يوصل لعدد السلايدات اللي عندك بصفحة صفحة، على كد عدد النسخ اللي موجودة عندك، على كد عدد النسخ الموجودة عندك. طيب في ميزة برضو في الباوربوينت، ان هو لو عايز تطبع الوان بختار color، لو عايز اطبع ابيض واسود بختار black and white، اما الجري سكيل اللي هو لو عايز اطبعه كشكل رمادي، شكل رمادي. بس اللي هو الطبعة اللي احنا اخدنا في الوورد البرينت، بس اخدناها بتوسع اكتر من كده. الاوبشن اللي هي الاعدادات، في الجنرال فوق انا عندي حاجه هنا اسمها اليوزر نيم، اسم المستخدم، اسم الملف نفسه. الدكاتره بتستعملها في الابحاث العلميه عشان يكتشفوا هل انت كاتب الملف ده ولا حد غيرك كاتبه ولا ايه بالظبط. اليوزر نيم كمان لو جيت وقفت على ملف زي ده بره، فبيديك طيب والاسر والسايز والديت موديفايد. الاسر اللي هو المؤلف، يعني مين صاحب الملف ده، بكتبها لك انا في الاسر، بس لازم اعملها قبل ما ابتدي اشتغل في اي حاجه. اول ما افتح البرزنتيشن على طول اروح اكتبها، لكن لو ابتديت ان انا اكتب وعدلت وظبطت واشتغلت وجيت بعد كده عشان اعملها في الاخر، مش هلاقيها اتنفذت معايا. طيب زي ما خدنا في الاكونت، انا عندي برضو الخلفية بتاعت الاوفيس اهي، الشكل بتاعه بختار الشكل اللي انا عايزه، السيف. احنا السيف دي مختصة بالحفظ، حفظ الملف الاصلي والحفظ التلقائي. معنى كده لو انا شغال على ملف والملف ده فصل مني كده، كل اللي انا عملته راح، فانا بعمل حفظ تلقائي للملف ده كل فتره، يعني كل 10 دقائق هتحفظ الحفظ تلقائي تلقائيا لوحدك. هنا بقى الاوتو ريكفر فايل لوكيشن، مكان حفظ اللي هو الحفظ التلقائي، الملف نفسه انا بحفظ تلقائي، انا عايز الحفظ التلقائي يتحفظ فين؟ من هنا، من الاوتو ريكفر فايل لوكيشن، بكتب هنا المكان اللي عايز تحفظ لي فيه. اما الديفولت لوكال فايل لوكيشن، مكان حفظ الملف الاصلي، انا عايز الملف الاصلي ده يتحفظ فين، فبختار من هنا المكان بتاعه، بختار من هنا المكان بتاعه. بعد كده اللانجوج اللي هي اللغه، احنا قلنا في حاجه اسمها ديسبلاي وفي حاجه اسمها ايه، ديسبلاي اللي هي الاساسيه، في حاجة اسمها بختار الاثنين نفس اللغة علشان البرنامج نفسه والقوائم اللي عندي فوق دي كلها تتحول عربي. فهنا لازم اختار مثلا هنا عربي واختار تحت عربي. اول ما هنا اضغط مثلا على، لو لازم اكون معرف اللغة العربية على الجهاز، لازم اكون عامل لها تعريف. فلما اضغط عليها ادوس على حاجة اسمها set as preferred اللي هو تعيين كافتراضي، واجي تحت مثلا على اللغة العربية واختار برضو set as اللي هو تعيين كافتراضي.
تعيين كافتراضي. طيب لو جيت اخترت خلاص الاثنين نفس اللغه عربي وعربي، فالاقي يحول معايا على طول، لازم اقفل الباوربوينت وافتحه تاني عشان الاقي كل القوائم اللي عندي فوق دي كلها تحولت من اللغه الانجليزيه اللغة العربية. عامل تعريف عندي على الجهاز. طيب عندي الادفانسد هنا. طيب الديفولت ريزوليوشن اللي هي الدقة، الدقة بتاعت الملف نفسه بختارها من هنا. طيب عندي بعد كده اللي يهمني في كل ده انا لو عندي برزنتيشن مثلا مكون من 50 صفحه 60 صفحه، انا عايزك تعرض لي الارقام بتاعت الصفحات دي. لو عايز اعرض ارقام اخر، يعني مثلا انا اشتغلت على 60 برزنتيشن، هيعرض لي عندي في لو جيت عشان ادور في العروض التقديميه اللي عندي او البرزنتيشن اللي عندي في من قائمه اوبن، هيفتح لي اخر 50 واحد عندي، اخر 50 واحد. انا بحول القائمه من اللغه، انا لازم اكون معرف اللغه العربيه على الجهاز، لازم اكون عامل تعريف للغه العربيه على الجهاز. بضغط لو انا عامل تعريف هلاقي اللغه العربيه هنا رقم مثلا 3، فبضغط على اللغه العربيه وبختار set as preferred اللي هو تعيين كافتراضي، واضغط تحت برضو نفس اللغه. لازم اللغه اللي فوق دي تكون نفس اللغه اللي تحت، واختار يعني تعيين كافتراضي، فاللي فوق واللي تحت لازم يكونوا نفس اللغة علشان يحول معايا القوائم اللي فوق دي من انجليزي لعربي. طيب كاستمايز ريبون اللي هي شريط القوائم اللي هي موجودة عندي فوق، القوائم الموجودة عندي فوق. لو جيت مثلا شلت علامة صح من الديزاين ودوست اوكي، هلاحظ اللي حصل، شل لي الديزاين من فوق. لا انا هرجع تاني واروح على كستمايز ريبون واعلم علامه صح على الديزاين، رجعت لي تاني، فدي متحكمه ان هي بتشيل لي قائمه من القوائم الموجوده فوق وتضيف قائمه زي ما انا عايز. طيب الكويك اكسس تول بار، شريط الوصول السريع اللي هو موجود عندي فوق، اللي هي الادوات السريعه اللي انا بستخدمها، عايز اضيف اداء فيهم بضغط عليها، بضغط عليها وادوس على اد، عايز اشيلها هضغط عليها وادوس على ريموف. يعني لو دوست على الكوبي اد ودوست اوكي هتلاقيها اتضافت عندك فوق، بس ليه مش موجوده؟ علشان انا مش كاتب حاجه في الملف. لو عايز اعمل كوبي ظهرت معايا. طب لو عايز اشيل اداه فيهم اضغط عليها كليك يمين واختار ريموف فروم كويك اكسس بار، ازاله من شريط الوصول السريع. طيب لو دوست على السهم الصغير من الجنب ممكن اضيف معاه صح. طب عايز اشيلها بشيل علامه الصح. طيب لو جيت هنا فوق خالص اهو هلاقي في حاجه اسمها الاوتو هايد ريبون، اول ما تدخل على ملف الوورد هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده، اغلب الناس بيظهر معاه كده، لازم يضغطوا على القائمه علشان يظهر معاك الادوات، فبيروحوا عليها على حاجه اسمها ريبون ديسبلاي اوبشن، وبيختاروا حاجه اسمها شو تاب اند كومنت، عرض اللي هو التابات والادوات. قائمة ما خدناها برضو في برنامج الوورد، هنشرحها برضو تاني بالتفصيل اهي. قلنا لازم تكون معلم على الحاجة علشان تظهر معاك، دي برضو نفس الادوات اللي خدناها في الوورد اهي، بتزود عادي اهو، وده اللون اختار لون انت عايزه.
هنا دي برضو اللي هو المحاذاة، ودي هنا الشيبس اشكال. فايند لو عايز ادور على حاجة، ريبليس لو عايز استبدل حاجة، الانسرت من اسمها ادراج لو عايز ادرج جدول، عايز ادرج صورة، عايز ادرج شكل، سمارت ارت مخطط تفصيلي، شارت اللي هو رسم بياني، تعليق، لينك، عايز اضيف من هيدر واند فوتر، عايز اضيف الوقت والتاريخ بتاع اليوم، عايز اضيف سلايد نمبر ارقام صفحات. هنا الجديدة بقى لو عايز اضيف فيديو بختار حاجة اسمها فيديو اهو. طب عايز اضيف صوت وكل ده مع بعض ان شاء الله. لو عايز اعمل اسجل الشاشة سكرين ريكوردينج هنعرف برضو نعمله ازاي مع بعض. ديزاين خاص بالتصميمات بتاعت الصفحة اهي، شكل الصفحة. ظبط زي ما انا عايز اللي انا عايزه اهو. هي الشكل زي ده انا ما كنتش اقدر اعمله على الوورد. طيب اما الانيميشن اللي هي المؤثرات خاصه بالكلام اللي هو في الداخل اللي هو ده المؤثرات بتاعته اهي، شايفين؟ مش لحظة تمام. اما هنا السلايد شو لو عايز اعمل عرض لل برزنتيشن بتاعي بشكل زي ده. طيب هنا الريفيو اللي هي السبيلنج، ولو عايز اعمل تعليق، لو عايز اربطها بالوان نوت، الفيو طريقة العرض نفسها، لو عايز اعرض المسطرة عايز اخفيها، الجريد لاينز اللي هي الشبكة البيانية وهكذا. وادي الالوان بتاعت اهو، ده كده ابيض واسود. لو جيت مثلا في الفيو اخترت بلاك اند وايت ابيض واسود، لو جيت اخترت في الفيو جري سكيل رمادي اهو بالشكل ده، فانا ممكن اغير فيه زي ما انا عايز. نيو سلايد لو عايز اضيف سلايد جديده اهي نفس الشكل، لو ضفت حاجه مثلا مجرد ما اضغط على اي امر من الاوامر دي كده انا عايز اعمل كده، هعمل انسرت للجدول اهو بدل ما اروح على القائمة اللي فوق اهو. مخطط تفصيل 3 دي شكل، الشكل اللي هو 3 دي. فيديو اونلاين بيكتشر، وبيكتشر هو صورة. ده كده شرح مختصر على اللي احنا هناخده كله في برنامج الوورد.